منين اجت رمزية الكوفية الفلسطينية اللي صارت رمز للنضال العالمي؟ لازم تعرف تاريخ الكوفية الفلسطينية. اسم الكوفية ارتبط بالكفاح الوطني الفلسطيني منذ عام 1936. كانوا الفلاحين الثوار بيتلثموا بالكوفية عشان يخفوا ملامحهم أثناء مقاومة قوات الاحتلال البريطاني، عشان يتفادوا اعتقالهم أو الوشاية بهم. الإنجليز اللي هم البريطانيين كانوا بيعتقلوا كل حدا بيلبس كوفية، لهيك قيادات الثورة وقتها أصدرت أوامر لأهل المدن بارتداء الكوفية، وهيك صارت مهمة الإنجليز باعتقال الثوار صعبة جداً. الكوفية تبناها العديد من المناضلين والمناهضين للقوى الرأسمالية، وغالباً بتلاحظوا وجودها في المسيرات المناهضة للعولمة، والعديد من الشخصيات السياسية البارزة الغير عربية كمان تبنوا الكوفية، مثل الرئيس الفنزويلي السابق هوغو تشافيز وأيضاً نيلسون مانديلا. صحيح أن الكوفية مرتبطة عندنا كلنا بأنها رمز فلسطيني، بس البعض بيقول أن أصولها بيرجع للعراق، تحديداً مدينة الكوفة، لكن جذور الكوفية لا يعرف عنها سوى القليل.